شكرا جزيلا. من اللعيبه الممتازين يعني، وفي وقت قليل حاز على ثقه الجميع سواء مدرب النادي او مدربي المنتخبات، وبقى له مكانه جيده، وتحس انه زي ما انت قلت كده لعيب سابق سنه. طبعا يعني شخصيه اللعيب بتفرق طبعا. نعم. اللعيب لما يبقى عنده شخصيه جوه الملعب وبره الملعب دي بتساعده كتير قوي ان هو صحيح. يطلع كل حاجه عنده، ومبقاش عنده خوف ولا رهبه، بتحطه في اصعب الماتشات بيبقى واقف على رجليه وبيقدم اعلى مستوى ليه. فلا كوكا من اللعيبه اللي عندها شخصيات، ويعني شخصيته قويه جدا في الملعب وتقدر تعتمد عليه زي ما قلت لحضرتك. حاجات اللي بسطتني قوي انك واحد من اللعيبه الكبار قوي في الفرقه ومن كباتن الفرقه، هو من اللعيبه الصاعدين، بقى منتخب وبقى حاجه جميله، لكن حته الحب اللي ما بينكو، انه الاحترام ما شاء الله موجود جدا، لكن حته الحب والالفه دي، هل دي سمه نادي اهلي ولا دي طباع شخصيه؟ الاثنين. الاثنين. يعني هي دي حاجه موجوده جوايا انا شخصيا. نعم. لما جيت النادي الاهلي شفت اللعيبه بيتعاملوا مع بعض ازاي، النجوم اللي كانت موجوده بيتعاملوا مع اللعيبه الصغيره ازاي، بيتعاملوا مع اللعيبه اللي جايه جديده النادي ازاي. فدي يعني سمات يعني شخصيه جوايا انا، وسمات جوه النادي الاهلي طبعا اي حد بيكتسبها. تعالى نرجع بقى للهدف، لانه ده مهم. انت قلت ان موسيماني مدرب تكتيك 10 على 10، وكان طول الوقت، وحتى انا كنت دايما بحس انه بيجي على جانب اللياقه البدنيه شويه. انا كنت رايح اتفرج على التمرين من كتر ما قالوا لي ان هو مدرب بتاع تكتيك، فقلت اروح، انا بحب اتعلم الحاجات دي عشان شغلي يعني. فكنت الاقي التقسيمه بتقف كتير قوي قوي قوي، وده بيجيب ملل شويه للعيبه. اللعيبه عايزه التقسيمه تشتغل، وعايزه هجوم ودفاع، كان بيوقف تقريبا مع كل لعبه. لكن تعال نروح للهدف نفسه، للركنيه، للتمركز. احكي لي يعني اتمرنتوا؟ في ناس يقول لك دايما بنتمرن، ناس يقول لك لا والله جت بظروفها وهكذا. كان واحنا بنتفرج كده عليها، احكي لي. زي ما حضرتك بتقول ان موسيماني كان مدرب بيهتم بالتكتيك قوي. نعم. احنا يعني في الفتره اللي كان موجود فيها كنا بنتمرن تقريبا على حوالي 5 أو 6 انواع قران مختلفه. نعم. بنختار منهم في الماتش اللي احنا عايزينه. كويس. حتى قبل الماتش طبقا لاشاره معينه. اشاره معينه او وقفه اللعيبه جوه ال 18 دي بتدي اشاره للي هيلعب الكوره ان هنلعب مثلا رقم 1 أو 2 أو 3 او ايا كان. فلو جبت حضرتك يعني الكورنر من اوله كنت هتلاقينا واقفين كلنا ورا بعض. نعم. هنا ده تكتيك. يعني دي كنا متمرنين عليها ومتفقين عليها ان احنا لازم نبقى واقفين بطريقه معينه. نعم. عشان نقدر نلاقي مساحات جوه دفاع الزمالك بين لعيبه الزمالك. نعم. والحمد لله يعني تحركنا كلنا يعني مفضلي مساحه في الحته دي ان انا اقدر اسجل منها. اذا دي ده كورنر من ضمن 5 أو 6 كورنر كنتوا بتشتغلوا عليهم. بالظبط. ودايما كان في مدرب يعمل كده، في مدرب يعمل بايدين اتنين كده، في مدرب يعني للراجل اللي بيرفع الكورنر بتبقى الاشاره، لكن الاشاره انتوا عندكم في الوقفه طبقا نفسها لوقفتكم داخل الملعب. طيب الهدف ده بعد 5 دقائق، في احيانا بيجي لك كده احساس انه خلاص المباراه دي ما فيهاش الا الجون ده، كان عندك الاحساس ده ولا كنت شايف المباراه دي لا دي ممتده ولسه هيبقى فيها مفاجات كتير؟ لا انا كنت شايفها ممتده طبعا. وطبعا فرقه الزمالك كانت عايزه ترجع وقتها، وانا يعني بعد الهدف ده كنت عايز المباراه تنتهي. هو يعني بعد 5 دقائق. يعني كنا عايشين في ضغط كبير جدا قبلها طبعا. الاسبوع اللي قبل المباراه. حتى وانا بحتفل يعني في ضغط كان باين علينا كلنا في الاحتفال. بس بعد الهدف المباراه بدات تتصعب. الزمالك مسك كوره اكتر وبعد كده احرزوا بس الهدف بس بلا خطوره يعني. الزمالك يعني اول كره على الجول هي كره شيكابالا اللي جاي منها جول. رجعنا شويه وبدانا ان احنا نقف في نص ملعبنا. الرجوع ده كان بتعليمات من موسيماني ولا كان منكم انتوا في الملعب؟ لا كان مننا احنا في الملعب. يعني كنا خايفين على الهدف ان احنا يخش فينا جون. كنا متحفزين اكتر ولحد ما دخل فينا الجون التعادل. نعم.